وافق أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على الاقتراح بقانون جديد بشأن تعديل الفقرة ألف من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، حيث خاضت اللجنة جملة من النقاشات المستفيضة من أجل الوصول إلى صورة معدلة ووافية للاقتراح بقانون ضمن إطار تشريعي وطني يتواءم مع التقدم والتطور الذي تشهده الشركات التجارية في المملكة، وبما يوفر لها قوانين عصرية تسهل إجراءاتها وآلية عملها. إلى جانب ذلك، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحضور ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ووزارة المواصلات والاتصالات المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والذي يأتي ضمن مجموعة من المراسيم بقوانين كانت قد أحيلت إلى السلطة التشريعية لدراستها وبحثها.